مجموعات خبراء التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بشرح لكم تطبيق سناب كات. طبعا هذا التطبيق يقسم لك الفيديوهات، طبعا هو تلقائي يقسمهم لك 10 ثواني، يعني اذا كان عندك فيديو مدته دقيقة راح يقسمه لك كل 6 فيديوهات. مبدل الطبق اسور نشط اسور سناب كات نشط سناب كات. اعدادات التقطيع زر اعدادات التقطيع فيديو من الالبوم زر الاعدادات فيها 3 شغلات مهمة. اول شيء عندنا فيديو من الالبوم زر. فيديو من الالبوم هنا يتحدد اذا تبي الفيديو من الالبوم ولا من الانترنت. اختر مصر فيديو من الالبوم اني من الالبوم فيديو من الالبوم استضغط عليه 10 ثاني 10 10 حق اختيار 10 هني تغير ثواني اذا ما تبي 10 تبي مثلا التقسيمة تكون على 20 ثانية وعلى 30 ثانية وعلى الوقت اللي انت تبي تغيرها من هني. اختياري وتقطيع زر رابطي من الانترنت زر. او اذا تبي رابط من الانترنت من هني ثانية 10 حق تمام زر انا خلينا نجرب من ال اختياري فيديو وتقطيع من الالبوم اختياري وتقطيع نقول له اختيار وتقطيع اختياري طبعا هني لازم تعطي الاذن عشان يدخل على الصور. كاميرا 86 كاميرا فيديو 5 هذا الفيديو مدته 25 ثانية 5 تقدر هني تقص جزء منه اذا ما تبيه. كانسل بلاي تشوز تشوز بلاي كات موفي سكوفر كرنت بوزيشن تريم بيجنينج 0 ثواني هذا قص من البداية 25 وهذا قص من النهاية. موفي سكوفر تريم اند كانسل بلاي تشوز زر اختياري وتقطيع بس اضغط تشوز يعني ما في ثواني ويقص. اوكي اوكي تم اعداداتي اعدادات 10 تم التقطيع بالنجاح اختيار تم التقطيع بالنجاح اختيار اوكي زر اوكي نقول له اوكي ونروح نشوف مسجل صوت اسور نشط الصور البوم الكاميرا البوم فيديو فيديو 5 ثواني لايف فوتو تم الاختيار فيديو سارية فيديو 3 تم الاختيار 3 فيديو 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 10 ثواني هذا الفيديو الاول فيديو تشغيل الفيديو فيديو 10 ثواني فاسكيز مع هايزن اسينسيو على الجيل يسر يلعب هل صورة فيديو تنس هذا الفيديو الثاني صورة 4 فيديو 5 ثواني فيديو هذا الفيديو الثالث زر زر الرجوع زر البوم الالبومات زر الرجوع الالبومات المشترك علامة التو سناك سناك هات اعدادات التقطيع نروح ندخل الاعدادات تمام زر 10 ثانية رابطي من الانترنت نقول رابط من الانترنت تمام زر تمام اختياري وتقطيع زر اختيار وتقطيع مرة ثانية ضع رابط 10 طبعا اذا انت كنت ناسخ الرابط هو راح يلصقه تلقائي https a top دكدفر top dot net m 604 اختياري وتقطيع زر الغاء زر اختياري وتقطيع زر الغاء تحميل وتقطيع زر اضغط على تحميل وتقطيع ثواني وراح يقص الفيديو نشوف في 104 كاش صفر مسافة ام في 192 كاش 2 اوكي اختيار تم 10 اعداداتي اعداداتي 10 تم التقطيع بالنجاح اختيار اوكي زر اوكي ونروح نشوفه مبدل التطبيق اسور نشط اسور بالصور البوم الكاميرا البوم البوم فيديو رياضة الكاريكيت 5 هذا هو قصة فيديو 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 10 هو نفس الفيديو فيديو 10 ثواني 6 فاسكيز مع هايدن فيديو تنس هذا الثاني وهذا الثالث صورة فيديو مبدل مسجل صوت نشط اتمنى انكم تستفيدون من هذا الشرح وان شاء الله القاكم شرح قادم لارج ستوب.